الأخوان الذين ذكرت من 11 دولة عربية سجل أكاديميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون وإعلاميون حضورهم في افتتاح الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي لتكون رافدا آخر من روافد الحركة العالمية المناصرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. أعتقد أن التعاطي إجمالا العربي مع القضية الصحراوية يختزل إلى حد كبير للأسف مجمل التعامل مع كل القضايا العربية المصيرية أو الكبرى أو الجوهرية أو الهامة. حضور القضية الصحراوية دبلوماسيا وإعلاميا في العالم العربي حلقتان نقاش وقف خلالها المشاركون عند تجربة النضال الصحراوي والعوائق التي حالت دون تبوء القضية الاهتمام اللازم عربيا. القضية الصحراوية تعرضت منذ البدايات للتعتيم الإعلامي الممنهج من قبل نظام المغرب طبعا ومن قبل أجهزة المخابرات الاستخبارات المغربية دائما كانت يعني تعمل على عدم إظهار طبيعة هذا النزاع. الحقيقة يعني قضية الشعب الصحراوي شبه غائبة. البارحة تحدثت مع صحراويين في علاقة ببعض قناة تعنى بالشعب الصحراوي، يعني قيل لي ان هذه القناة موجودة، لكن الضغط المغربي في علاقة بتواجده على الفضائيات، في علاقة ب يعني الأقمار الصناعية التي تحتضن القنوات، هنالك منع تام لتواجد القناة الصحراوية على هذه الأقمار الصناعية. واعتقد انه الان المسألة كلمة محصورة بين المقاتل الصحراوي ومجلس الأمن الدولي، لم يعد هنالك مكان للاعبين آخرين. هذه رسالة راح تؤخذ من الحاضرين من المجتمع العربي لدولهم ويأكدوا أنه هذا حق، أن هذا الشعب لابد له أنه يتم تطبيق مبدأ حق شعوب في تقرير مصيرها اللي راهو مكرس تبقى للقوانين في المواثيق الدولية بدون قيد بدون شرط. خطوات هامة حققتها القضية الصحراوية دبلوماسيا وحقوقيا إفريقيا وأوروبيا على وجه الخصوص، لكن موقعها الذي ظل يراوح مكانه على المستوى العربي يجعل المشاركين هنا في الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي يطالبون بآليات جديدة كفيلة بإنصاف الشعب الصحراوي. من مخيمات اللاجئين الصحراويين، مبارك دفة، قناة الجزائر الدولية.